اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما احنا شايفين بنعيش لحظات استثنائيه وايام استثنائيه مع مباراه حدث فريد، طبعا مباراه الاهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للانديه. لذلك في هذه اللحظات لازم نلقي الضوء على اهتمام الاعلام والصحافه في المانيا على هذه المباراه. بطل اوروبا البافاري كيف سيواجه بطل افريقيا النادي الاهلي نادي القرن؟ لذلك في هذه اللحظات برحب بالصحفي الالماني كونستانتين ايكنر، الصحفي الالماني في اذاعه البي بي سي. طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. بوجودي معكم مع قناه الاهلي، اهلا وسهلا. عايز اعرف بدايه انطباعك على الديجيتال ميديا والتعاون المشترك ما بين النادي الاهلي وبايرن ميونخ، ولسه كنا بنسمع من شويه وبنشوف تحدي اللغات بين نجوم النادي الاهلي ونجوم الكره في نادي بايرن ميونخ. اجده شيء رائع على وجه الخصوص، هو تحدي اللغات فهو يعكس تبادل الحضارات والثقافات، ليس فقط تحدي اللغات. استخدام اللغة الضيف أو العكس فهو شيء ممتع، وكان فيديو بالنسبة لي فيديو رائع. فيديو رائع أكيد، وعمل ردود فعل إيجابية جدا. طيب على مستوى المباراة وعلى المستوى الفني، كيف ترى هذه المباراة وكيف اهتمت وسائل الإعلام والصحف في ألمانيا بمتابعة هذه المباراة؟ بطبيعة الحال هي مباراة شيقة، مباراة رائعة. الأهلي وبايرن ميونخ كانوا قد واجهوا البعض مباراتين وديتين في عام 1977 أعتقد ذلك، وكانت مباراة ودية أخرى، كانت مباراتان رائعتان ولكنهما كانت وديتين. أنا أعلم جيدا وأعرف النادي الأهلي كصحفي، أتابع النادي الأهلي بشكل مستمر، فريق قوي وفريق رائع، ومن وجهة نظري أرى أن الفريق البافاري يحترم خصمه ويحترم الفريق بطل أفريقيا النادي الأهلي. بالطبع بالتأكيد الصحافة في ألمانيا والإعلام تناولوا أهمية المباراة وتحدثوا كثيرا عن هذا اللقاء المرتقب، وذكروا بالطبع لعيبة معينة في النادي الأهلي، ذكروا اسمهم في الصحافة وتحدثوا عن الإنجازات والبطولات، وخصوصا هذا الفيديو كما ذكرت في بداية كلامي هو يعكس بالطبع تبادل الثقافات والحضارات وتناولته الصحافة أيضا. أكيد. طيب من خلال العناوين اللي كتبتها الصحف الألمانية، أبرز العناوين اللي كانت متصدرة المانشيتات أو وكالات الأنباء والصحف خلال الساعات الأخيرة، أبرزها كانت إيه؟ عموما كان شيء رائع فعلا، رأيت وقرأت منشتات وأخبار متنوعة، وأخصها وأبرزها كانت من وجهة نظري التاريخ التي تناولته بعض الصحف، تاريخ النادي الأهلي وبطولاته وإنجازاته، هذا هو الأبرز. هو شكر للنادي الأهلي من وجهة نظري ما فعلته الصحافة، وهو شيء خاص، شيء رائع وحدث رائع عندما تناولت الصحافة هذا في ألمانيا. طيب كارل هانز رومانيجا طبعا رئيس النادي والمسؤول عن فريق الكرة في نادي بايرن ميونخ، كان ليه تصريحات عديدة خلال الساعات الأخيرة بخصوص هذه المباراة وتأخر وصول البعثة طبعا لكأس العالم للأندية. كيف تابعتم هذه التصريحات ومدى تأثيرها على استعداد فريق بايرن ميونخ لمواجهة الأهلي اليوم؟ ما حدث هو شيء ليس جيد من وجهة نظري، شيء وجده رئيس بايرن ميونخ شيء للأسف أغضبهم جميعا. بالتأكيد أثر ذلك على استعدادات الفريق البافاري، وقد خسر يوما من الاستعدادات، يوما كاملا بسبب هذا التأخير، مما قد يؤثر على الاستعداد الكامل للمواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس العالم. خسر الفريق البافاري هذا اليوم من وجهة نظري، وفعلا أثر عليهم بالطبع.
هل ترى انه سيؤثر على الماكينات الالمانيه في مباراه اليوم، خاصه ان كلمه الماكينات دي بتطلق على الفرق الالمانيه بسبب ادائها البدني المتميز، الاداء الفني العالي؟ هل هذا الحدث ممكن يؤثر على الاستعداد الفني للفريق؟ ليس بالكثير، اعتقد قد يؤثر بعض الشيء، ولكن يومين من وجهة نظري هم كافيين، خصوصا الفريق البافاري يعتاد مثل هذه المواقف بالطبع. بالتأكيد كما ذكرت حضرتك يسمون بالماكينات، فعلا فهم ماكينات يستطيعون التأقلم والتعامل مع مثل هذه المواقف. طيب سريعا في إجابة مختصرة، هل التشكيل ممكن يكون فيه النهاردة تغييرات؟ ممكن يبدأ بإراحة عدد من العناصر الأساسية هانز فليك، ولا يبدأ بالتشكيلة الأساسية القوة الضربة؟ أعتقد ذلك ليفن فيسكا ومارتينيس وانجوريتسكا ليسوا مع الفريق بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فهم أبرز الغيابات من وجهة نظري، ويعد من التشكيلة الأساسية. ألابا موجود وبقية اللاعبين، أعتقد أنهم سوف يأخذون اللقاء بشكل جيد ولا هزار في ذلك. من وجهة نظري سوف يتعاملون بجدية، هم يحترمون الخصم النادي الأهلي. في نهاية الأمر المدرب الفريق هانز فليك سوف يقرر على حسب التشكيلة. التشكيلة ليست واضحة حتى الآن من وجهة نظري. كونستانتين إيكنر الصحفي الألماني في البي بي سي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، ونتمنى النهاردة نتابع مباراة على أعلى مستوى بين فريقين كبيرين عملاقين، بطل إفريقيا في مواجهة بطل أوروبا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مستمرين مع حضراتكم في استعراض باقي فقرات برنامج الترند.